ولا يهل ولا طعام المسكين فويل للمصلين فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين فإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الخير لشديد ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بربهم من كل أمر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقب.